السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيديو جديد من قناة كريم جيمينج. النهاردة هنلعب لعبة يعني مشابهة يعني لبيس او اي فوتبول. طبعا انا اللعبة ديت جميلة جدا يا جماعة، بتعمل فرقة وبتسميها وبيبقى ليك لعيبة، وانا لعبت اللعبة ديت وعملت فيها الحساب بتاعي، وبجد اللعبة دي جميلة جدا. طيب ادي اول كرة جت عند الدفاع بتاعي، ربنا يستر. بقالي كتير اوي ما لعبتش اللعبة دي يا شباب، فعشان كده ممكن اي غلطات كده في اللعبة. يا لهوي، راحت بقى برا ورمي التماس. معلش يا شباب، انا لسه مش فاكر اللعبة دي تتلعب ازاي، بس واحدة على واحدة هفتكر. حرفت الكرة بره. طيب الكرة تمام، الكرة طلعت بره. طيب بدلت بقى، الكرة مرتدة. لا 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 لا، الشوط التاني دوت ولا ايه؟ الشوط التاني كورة هجمت عليا فجأة كده. طلع يا عم الكورة، طلع. يلا نعمل بقى مرتدة، مرتدة حلوة، يا رب ناخدها كويس. حلوة المرتدة، جميلة 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 جميلة، ركلة حرة. تمام احنا بنبدل لعيبة. طيب هنشوط ونقول يا رب، نمسكها. كانت ضعيفة شوية، كانت لازم تبقى قوي. ولعيب عايز يتبدل، تمام عشان تصاب. والكرة هنا جت دفاع دفاع، او مرتدة، بس امسكها، انتهى الوقت خلاص كده. يلا بينا نبدأ شباب. طيب يا شباب، بعد ما جت 90 دقيقة هنلعب في الشوط الاول الاضافي. يا رب. طيب الكرة مرتدة. يلا يلا، انا الاخضر. انا على طول بلعب بالاخضر، وهم بيلعبوا ضدي باللون، اي لون، احمر مثلا، بس هم بيغيروا في اللون بتاع تيشيرتاتهم. انا على طول ببقى ثابت على الاخضر. مرتدة مرتدة، يلا 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 يلا، من فوق على العرضية. هنعرض ولا ايه؟ عرضت، يا لهوي، تلعب بره، ركلة مرمى. طيب ترجع عليا، ترجع عليا، ترجع عليا ولا ايه؟ اقطع الكوره، ركله حره. تمام بنبدل اللعيبه وبنسخنهم كده عشان يعرفوا ينزلوا يلعبوا. طيب نحاول بقى نطلع الكره دي. طلع طلع يا عم طلع. وي هو انا مش عارف، هو ده الشوط الاول الاضافي ولا لا؟ انا مش عارف، انا شفت اكيد في حاجه حصلت، مش عارف بقى، مش عارف ده الشوط الاول اضافي ولا ده جيم جديد ولا مش عارف. هو اللعبة بتدخلك على طول على الجيم اللي بعده من غير ما انت تحس كده. تمام رمي التماس، راحت بعيدة من ناحية الدفاع عندي، طبعا ما عرفتش اطلعها. والكرة التانية كأنها دخلت لكن هي بره. تمام نعمل ايه يا ترى؟ نعمل ايه؟ هنديها واحدة كده. ايه باص؟ ايه ده؟ يا لهوي يا لهوي، قطع مني الكورة. وي جول 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 جول، ليهم مش ليا. هو هما كده جابوا جول، انا المفروض اجيب جول عشان نتعادل. وي على فكرة بيكسروا جامد اوي يا جدعان. يا لهوي، ده ضربة جزاء وحكم مرتشي. ضربة جزاء يا حكم يا مرتشي، ضربة جزاء. هتيجي بقى فين؟ هتيجي بقى فين؟ نرجع لورا يا عم انت بقى، اذا انت عمال تزق. اوعى يدخل جوه منطقة الجزاء، ركلة حرة من مسافة يعني لا تقل عن 20 متر. يلا يا عم طلع 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 طلع. نصف الوقت الشوط الاول يعني انتهى. هشوت، طلع طلع يا عم طلع طلع، دي كانت هتتشط فيا حلوة. طلع 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 طلع،
نحاول بقى نطلع من فوق كده، ده يعني نديها باص كده ونيجي من عند الركنية. ايه ده انا عملتها بدري قوي، مش عارف ليه عملتها بدري. كرة يا لهوي، مسكها 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 عشان هي ضعيفة. طيب الفاول وجاي عليا، جاي عليا جاي عليا ليه، جاي عليا ليه. تمام طلعتها كده، الكرة عمالة ترتد عليا. بيعرفوا يعني، بيعرفوا يقطعوا الكرة يعني. هنحاول هنحاول. طلع بره. طيب كده مرتدة، كده مرتدة، فاحنا لازم نقفل. يا نهار ابيض، انت اللعيب بتاعي رايح فين؟ ما اعرفش اللعيب بتاعي رايح فين. حارس حارس حارس، صديت كرة خطيرة كانت ممكن تدخل. طيب العرضية نطلعها بقى، والهجوم واحد على واحد واحد على واحد واحد على واحد. يلا زحلق زحلق زحلق، والواد ميت على الأرض. ما انت قمت اهو، يعني انت كنت ممكن تاخدها. لا لا لا. طيب ايوه، ايه يا حكم، انا عارف ان انا بلغت في ان انا انزل اتزحلق له جامد قوي كده، بس يا عم هو كسر اللعيب يا عم، وانت ما تتكلمش، انت الوقت. تمام كده حلو قوي، كده نلعب ماتش تاني حلو جميل. نقطع الكرة بقى ولا ايه، ولا هي من اولها تيجي مرتدة علينا ولا ايه؟ ركلة حرة. خدنا كارت احمر. خدت كارت احمر على طول، في وش تفاهم يعني، ما خدش كارتين اصفر ده من بداية الشوط الاول يعني. والله ما كملنا يا عزيزي 6 دقايق وطرد. ومرتدة، كسرني كسرني، مرتدة مرتدة. ويشوط ولا طلعت ركلة ركنية. تمام تمام، ما خدنا الكرة من تحت، هنعمل عرضية ولا ايه؟ ونعمل عرضية من بعيدة، بس مش هعرف امسكها، حتى لو مسكتها الخط جنبية مش هعرف اعمل الكنترول صح. مني وزحلق كده، والحكم مرتشي ما حسبهاش حاجة. بس ايه، مرتدة مرتدة مرتدة، اتقطعت مني وما عملتش حاجة، بس برضو اتقطعت عليا تاني 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 تاني. وان تو وان تو وان تو، يا لهوي عليك. يا لهوي، مش عارف يا جدعان ايه ده. نعمل عرضية، نعمل باصة. يا لهوي، كانت جنب العرضة، جنب العرضة في 90. يا لهوي، كان هيبقى جون عالمي. لكن نقطع الكرة نطلعها بقى بعيد عشان الشوط التاني. يلا يلا، بعيدها بعيدها بعيدها، ابعد ابعد عني. لو بص هيتزحلق اهو، انا كنت لسه هقولك هيتزحلق. طيب نلعب بقى ايه، لا وده كده، رجع يا عم ورا، رجع رجع يوا عشان نحاول نشوط عليهم. هل هشوط من بعيد ولا ايه؟ لكن يقطع مني الكرة من على لكن ضربات جزاء. مش معلش، انا عملت قط سريع، بس انا هحط الحارس بتاعي للزاوية. والهدف الاول ليهم، الهدف الاول ليهم، وانا هحاول اشوط الكرة على الشمال. يا لهوي، في العارضة في العارضة. طيب لعيب رقم 15، هنحط الدراع على النص، مش عارف ايه كده، انا شكلي هخسر كده. باللعيبه رقم 6 اعرف اشوط ولا ايه؟ لا، بره 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 بره. خلاص خلاص خلاص، لو جابها تتحسب وجول جول. اخر شوطه ليا، اخر شوطه، لو ضاعت خلاص كده اخر شوطة ايه. ولو جت جون، يا لو الحظ، في 90 في العارضة يا جدعان. كده دي نهاية الفيديو النهاردة يا جماعة، سلام.